جدا. اذا الدفاع موفق سيداتي انستي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف، اندفاع موفق لجميع الجهات. عاد ابو لارس الذي بدا متاخرا هنا يتمركز جيد. المشاهدين المتابعين الكرام، سابع اشواط هذه الامسيه، الانتاج المحلي التكافؤ من 60 حتى 76 والمخصص للخيال المتمرنين بدون استخدام الصوت في هذا الشوط. 100,000 ريال تنتظر عده اسماء تتقدمهم انتهاض في اولى المراتب بفارق طول عن سعود الذي يتمركز في المرتبة الثانية، وهنا مفخرة وطن من المسار الداخلي تتمركز في المرتبة الثالثة، وهنالك الحضور لجهوره وكذلك بولاريس في المرتبة الرابعة والخامسة. تبدأ هنا انتهاض ابنة عالم في اولى المراتب، توسع الفارق بينها وبين اقرب منافسيها في هذا الشوط بفارق طولين. سعود في المطاردة يبدأ في ثاني المراتب، هنا القدوم من قبل مفخرة وطن في المرتبة الثالثة وجهوره في رابع المراتب. بولاريس برفقة أمطرت ومحلوة قادمة، هنالك يرقى المعالي في سابع المراتب وبفارق طولين عن الكوكب المتأخرة، هنالك عزم بدوي وعبية محمدية وأصاب ومشموخ وكذلك وسام الشجاعة يخلع النظارة الأولى هنا الآن، وكذلك في آخر الأسماء متسامح يتمركز. هنا القدوم لثنائي الاسطبل الابيض، تتراجع انتهاض وتتقدم جهوره من المسار الخارجي، التوفرلينج الاخيره وبدون استخدام الصوت يتقدمون الخيال المتمرنين، تتقدمهم جهوره ابنه عالم التي تبحث عن تسجيل ثاني انتصاراتها، بينما الانقضاض قادم من قبل صاب وعزم بدوي ومحلوه من المسار الداخلي. الها فورونج الاخيره، جهوره توسع الفارق، عزم بدوي بالانقضاض مع عياد طريسي يستحق اكثر فاكثر، جهوره في الرميه الاخيره، عزم بدوي كان له العزم الاوفى في هذا الشوط على خط النهايه. الف مبروك الملك ماجد مهل والصبقي والمدرب غيث الغيث والخيال الرائع والمتميز اياد طريسي الذي يضيف الانتصار.